الجولة رقم 13 في الدوري المصري النهاردة كان في ماتشين، مصري وأسوان. كانت مباراة ممتعة جدا جدا، وأسوان دايما كان بيتقدم ويعود المصري بضربات الجزاء. شفنا التحكيم النهاردة، يعني كابتن جمال محتاج وقفة صراحة، محتاج وقفة. مش قصة تحكيم، أنا ما عنديش تعليق على التحكيم، على حتى بنشوف كتير يعني حامل الراية الوزن الزيادة، البطن الزيادة، يعني حاجات كده، يعني مش عارف، ما نشوفهاش بره، ما نشوفش الكلام ده بره. وبعدين كل لمسة الصفارة تي 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 تي، يعني مش عارف. انت كنت حكم دولي وحكم كبير، فمش عارف رأيك ايه. انت ما بتحبش حد يتكلم على التحكيم، واحنا ما بنحبش حد يتكلم على التحكيم، والتحكيم ليه يعني عيوب اللي بيستفيد منها الفرق في بعض الأحيان، وبتضر منها في بعض الأحيان، يعني عادي جدا، وده وارد، ومتقبلين ده ومتفاهمين ده، من أكثر الناس المتفاهمة الكلام ده، وأنا اتكلمت معاك قبل كده في الموضوع ده، لأن الحكم بشر فلازم يخطأ. لكن شكل الحكم، يعني شكل الحكم، جيبليش حكم يعني الجسم لا يليق إن هو يكون حكم. طريق الجري أنا ما بتكلمش على الحكم النهارده والله خالص، أنا بتكلم في العموم. أنا بس التحكيم النهارده اللي لفت نظري كل حاجة صفارة، لمسة صفارة، دي بقت موضة. إحنا بنشوف بره اللعيب بيتاخد تاكلينج وبتاع وفين وفين لما راجل بيحسب. عشان كده لما بنروح نلعب بنلاقي لعيبة، يعني مثلا محمد عبد الغني بتاع لعيب الزمالك، دايما من اللعيبة اللي ممكن يقف على أساس الحكم هيديله حاجة، والكرة مستمرة، طب ما ممكن يجي هدف. فدايما اللعيب يلعب على صفاره الحكم، يعني لعيب الكوره يلعب على صفاره الحكم. لما بنطلع بره في اي مناسبات، اي واحد يلمس واحد يوم واقع، يوم قايم بص الحكم، مش هيحسب لك حاجه، يعني مش هيحسب حاجه. في افريقيا بالذات دوري ابطال افريقيا، سواء اهلي زمالك او المصري وبيراميدز او منتخب مصر، مش هيحسب حاجه، بالذات في الماتشات الخارجيه مش اي كوره هتتحسب. فاحنا واخدين ان اللي حكم اللي يلمسه يصفر، لا نغير. احنا بنستفيد من بره من الدوريات، نشوف الدوري الانجليزي فين وفين لما الراجل ده بيتشقلبوا قدامه كده الاثنين واللعب ماشي، يعني ساعات اللعب بيستمر ربع ساعه من غير صفاره. انما بقت يعني بنفقد متعه كره القدم، كل ثانيه ايه فاول، ايه فاول، ايه فاول، في ايه، يعني مش فاهم. يعني موضوع محتاج كلام، محتاج شغل على الأرض. إيه الكرة اللي تتحسب وكرة ما تتحسبش؟ مش كل لمسة بفاول، مش ممكن. ده اللي بيكعبل في الكرة مع نفسه بيتحسب فاول، وبتتحسب ضربة جزاء. إيه ده؟